في انتخابات عام 2016 أدرك دونالد ترامب أن حسن اختيار نائب الرئيس بيؤثر بالقطع في حسم النتيجة. وقع اختيار ترامب على مايك بينس ليكون نائبا للرئيس. مايك بينس كان حاكم سابق لولاية أنديانا. هو مسيحي إنجيلي متدين للغاية، بيحسن اختياره من صورة ترامب، وبيتمتع بشعبية كبيرة لدى المحافظين أخلاقيا في جميع أنحاء البلاد. بيتمتع أيضا بهدوء أعصاب غير عادي، مما يخفف من سرعة رد الفعل اللي تعرف عن ترامب. كان هدف ترامب من اختياره أن يصوت الجمهوريين التقليديين إليهما. أكد بينس أنه يمكن أن يكون القوة التي تنفذ بهدوء جدول الأعمال في البيت الأبيض. طبعا كانت خبرته السياسية أكبر، وزي تشيني تمتع بنفس نفوذه المؤثر منذ البداية. قاد الفريق الذي كلفه ترامب بشغل الوظائف العليا في السلطة التنفيذية، ونظر الجميع إليه على أنه أحد أقوى أفراد الإدارة. بالقطع كان أكثرهم دراية في السياسة الداخلية والخارجية، والمؤكد أنه لعب دور أساسي في طمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد الصدمات اللي أحدثها ترامب. زار بينس آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية لتعزيز العلاقات مع شركاء الولايات المتحدة. في الوقت نفسه خرج بينس عن طبيعته ووجه توبيخا حادا لخصوم الولايات المتحدة. يبدو أنه تأثر بترامب. كان خطاب بينس حول الصين في نهاية عام 2018 إدانة غير متوقعة منه لبكين، وانتقد حكومة نيكولاس مادور في فنزويلا، واعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو. اشتهر بينس أيضا بوقوفه في وجه ترامب في الأيام الأخيرة من الولاية الرئاسية. رفض بينس عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كان ذلك في 6 يناير 2021. سبق ترامب في الاعتراف بفوز جو بايدن. The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. نقترب الآن من الخطوط الحمراء. ماذا عن نائب الرئيس في انتخابات 2024؟ اختارت كاميلا هاريس المرشحة الديمقراطية تيم جيمس ويلز حاكم ولاية مينيسوتا لمنصب نائب الرئيس. أعلنت هاريس على السوشيال ميديا أن الرجل التقدم القادم من الغرب الأوسط سينضم إليها على بطاقة تصويت في نوفمبر 2024. عمره 60 سنة، ويحمل معه نهجا شعبيا بسيطا خلاه قريب من معظم الناخبين البسطاء. اتولد في نبراسكا وكان بيعمل في الصيد والزراعة طول الصيف. بلتحق بالحرس الوطني وعمره 17 سنة. خدم في قوات المتطوعين لمدة 24 سنة. والده مدير مدرسة عامة، شجع والده على الانضمام إلى الجيش وكان عمره 19 سنة. توفي والده بسرطان الرئة. تحدث الرجل الذي أصبح حاكما لولاية عن إعانات الضمان الاجتماعي التي اعتمدت عليها السيدة والدته، واعترف بأن قانون التأمينات العامة دفع تكاليف تعليمه الجامعي. حصل على شهادة في التدريس. اشتغل مدرس في الصين لمدة عام واحد للطلاب الأمريكيين هناك. بعد نهاية ذلك العام قضى شهر العسل في الصين مع زوجته جوين ويل. عاد إلى نبراسكا ليعمل مدرسا ومدربا لكرة القدم الأمريكية. عنده طفلين. بصفته مدربا في مدرسة مانكاتو ويست ساعد في وضع برنامج كرة قدم متميز، ونفذ البرنامج. فازت المدرسة ببطولة الولاية. في قاموس الحياة اليومية الأمريكية
بيعد وولز بطلا شعبيا.